أقوى تشكيلة وأحلى جمعية بوتو معك تريزيجول في فيديو جديد له باش يكون دبريف ولا باش نعرف عليه ملاعب لا حتى شيء يزيون أخويا من الروتين أنا بدي فديت من اللغة ذيك هذاك علاش فيديو ذا باش يكون حاجة خاطي حاجات عملتها مقبل باش يكون حاجة بقود ربي بتخرج مزيانة تعمل كيف لما تشوف الاثنين فما من عبيه يابتو خويا يعمل لك المطلوب عليه يماركي لك مونتو الربح ويسبح السباح موجود في الجرايد الكل مونتو ذاك لازم فيه حاجة لازم يعاوني كيما ناسيونال في حاجة ماهوش ملاعبي ماهوش جوز ماليش نعطيكم برشا أمثلة نختار أربعة ولا خمسة ولا اللي هو مخبش ما نطولوش وباش ما تكونش فيديو مقلقة شوي وأنا واحد من الناس هما ماتشوات عملت عليهم بون كيف بالرسمي بون كيف هما بونتوات ياسر عجبوني بونتوات حتى وصلوا بكي وبرشا توانسة كان 2012 اللي كان صار فيها كل شيء بونتوات مزيانين طراح جبناهم في الأخر وخيب حاجة خروجنا ما كلكان هذيك خروجنا بالرسمي وقتها قلبي وجعني كيفاش خرجنا غلطة من البلبولي واللي ما تتنسيش نرجع قبلها بشوي نرجع في التصفيات البول وقتها ترجعنا فيها جينا الثانيين في كلاسمون مع بوتسوانا وبرشا كيبات ناسيونال الاخرين بعد ما كانت اللعبة راخدة ومسكرة على الاخر المونترونات على كيبات ناسيونال وقتها كيما نقولوا حب يقمر شوي دقيقة 73 بالضبط يخرج فهيد بن خرفلة يهبط أمين الشرميدي ما يطولش برشا 10 دقائق بالضبط امين الشرميتي مركز ثاني ويهدي الربح للكيب ناسيونال لكن قوه ماش غادي قوه مازال الكل الكل جوار راه في طرح يهبط يمرك خاصه في كان 2012 وقتها زوج ماتشات يهبط زوج جوارات يماركيو بونتو الربح طرح المروك وطرح النيجر تونس مروك كان 2012 طرح هذاك عمره ما يتنسى خاصه بونتو المساك اللي ماركيه اللي حتى تونسي ما ينساه وحتى مروكي ما ينساه زاد دقيقة 57 سامي العلاقي يخرج يهبط يوسف المساكني بعد حتى واحد من الجمهور ما كان راضي كيفاش يوسف المساكني يكون على البنك في طرح كيما ذاك 20 دقيقة تكفي ولا أقل من 20 دقيقة دقيقة 76 يوسف ياخذ كورة يجلب بالأول فانت بالثاني يطيحو طك يماركي بونتو الثاني كيب ناسيونال كان بونتو الربح خاطر بعده في طرح 2-1 أخت ذاك حد طرح لي من بعض نفس الحكاية يوسف قدام الأول ومارك لكن في ساعة ما عادت أنا النشر أما القوة ما هيش غادي خوة بشاب التمليع بش يوقف مخاخ الناس الكل اللي هو عصام الغدار الهداف التاريخي للكيب ناسيونال الهداف التاريخي للكيب ناسيونال بش يهبط بش يماركي بونتو الربح لتونس اللي لا أنا ولا أنت ولا هم ولا حتى واحد كان مصدق أنه عصام بش يماركي بونتو كيك دقيقة 46 بالضبط أمين الشرميتي يخرج يخلي بلاستو لعصام جمعة عصام يجاهم في دقيقة 90 بالضبط دقيقة 90 بالضبط يماركي بونتو الربح كونتر النيشر عرفت كل حرامهم من الفرحة متاعهم حرامهم من نيول هكاك حرام شمات نحالة من نيول مقدم عينيهم جماعة النيشر ماركة بونتو في 90 وبتبيع آخر حاجة نخلي أبن الحاجة وأحلى حاجة حاجة من الحاجات اللي قدش من عام ماريناش الكوب دي مونت فوق قديش 2006 12 سنة ما لعبناش كوب دي مونت بعد 12 سنة ما لعبناش فيها كوب دي مونت وبعد ما طحنا في بول في غينيا وليبيا والكونغو خاصة الكونغو معروفة بكرة متاحة بجواريتها في رادس ربحنا 2-1 لكن طاول عديت على الروتور بدينا اخوي دخلها زبالة حموم كرك في روحك 2 بلاش خاسرين قلنا يسر بعد يسر لكن ما فما حد شيء امبوسيبل في الكوره حد شيء ما هو صعيب دوزيمي طون يهبط انس البدري في بلاصة حمدي نقاس دوم ما دخلنا دوزيمي طون هبط في بلاصته ديريكت دقيقة 79 مركينا وقتها الاول لكن في دقيقة 79 كانت الفرحة لجوارت الكل والتوانسة الكل خاطر نيول مغادي يروحوا بيه لتونس صاي رانا تضمنا ترشح الكوب دي مونت دقيقة 79 سونتراج من يوسف المساكني شوطة على الطاير من انس البدري وليه كورة في الشبك بونتو حتى تونسي ما ينساه وقتها ينسى بط زمي طن وكور بكلب ورب حطها روندمون وريتم وحارب عملهم الكل وقتها وقتها كل بونتو ذاك بالرسمي حتى تونسي ما ينجم ينساه راو نيول في الكونغو بالمعاناة ذيك الكل وبالظروف ذيك الكل راحوا نيول مغادي راو حاجة قوية ياسر بالرسمي كيفاش رجعنا ما كنا خاسين 2 بلاش جواري تقطعتهم الصحة خاطر حاجة ما سهلة جملة واحدة روحنا وقتها بنيول دقيقة 79 كونتر الكونغو
بون توانيس اللي ما تنساش كورة واختها في الشبكة. صحيح ما عندكمش برشا أمثلة، عملت لكم حويجة صغيرة كيكة خفيفة على جوارات يعطوا في ماتشوات في الاخر ولا في وسط الماتش يجيبوا موتو الربح. ان شاء الله تكون عجبتكم الفكرة. كنت تحبوا كل مرة حاجتها كي خلوا لي في الكومنتير. عاد اهم حاجة ذاك ما تحكيش ذاك تعرفوه انتم الباقي شنو باش تعملوا بالضبط. انا ما عليك نقول لكم نخليكم في فيديو اخر. في الامان. Pas la peur, on connaît pas le danger, c'est pas le premier œuf qu'on enterre. J'aurais jamais peur de l'être humain.